المصنعة من ناحية المعمارية في موقعها أو تموضعها في التلال أو في المناطق العالية ترمز إلى الشيء الحصن أو المنطقة العسكرية. مصنع إذا ما فيها عين ماء سهل محاصرتها، سهل محاصرتها وإسقاطها، وبالتالي لابد أن يكون فيها داخلها ماء. أيضا مكان للحبوب للمواشي، بس تتميز عن المباني الأخرى لأنها تكون ذات طابع قابل لمقاومة الحصار. مصنع الصيف أجرت فيه عدة تدخلات. طبعا المصنع في فترة من الفترات شارفت على الانهيار، خاصة بعد ما تعرضت له محافظة حضرموت في الفترة الأخيرة من الإعصارات الأخيرة التي تمت على حضرموت. طبعا لفظ مصنعه الاسم الدارج في الوادي في وادي دوعن تلفظ لدار الحكم، لغويا قيلت او جمعها مصانع، وقد ذكرت في القران الكريم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال مجاهد انها تعني القصور او الحصون. طبعا فسروها العلماء على اساس انها البروج المشيده والمباني الخالدة، هذا بالنسبة للمصانع قديمة. في دوعن نفس الكلام، نفس الاتجاه، عبارة عن مصانع قصور حكم بس فيها منعة بشكل واضح للعيان، تقع على قمم الجبال، لا يعلوها أي مبنى. طبعا المصنعة من ناحية المعمارية في موقعها أو تموضعها في التلال أو في المناطق العالية ترمز إلى الشيء الحصن أو المنطقة العسكرية. عبارة عن مجموعة من المباني مجتمعة مع بعضها تعطي له طابع كامل على قصر حكم، مباني سكنية على حصون حربية، تشمل كثير من الأشياء اللي هي عبارة يطلقون عليها مجملها مصنع، تطلق مجملها مصنع. طبعا وادي دوعن مليء بالأنماط، الأنماط الدينية، بالأنماط السكنية، بالأنماط العسكرية، أو ما جمع بين هذه الأنماط. طبعا نقدر نستطيع أن نوضع المصانع في نمط السكني العسكري، لأنها تحت لأن احتوائها على العديد من الفضاءات السكنية وكذلك الفضاءات الحكم أو المجال العسكري. بالنسبة لنمط إعمار المصانع إذا بنصنفه قبل قليل في نفس كلامنا جبنا أنه يشمل أكثر من نمط، فيه المسجد لازم تشمل على مسجد، لازم تكون فيها تشمل كل الأمور اللي جبتها، مباني سكنية، حصون وقلاع حربية، مساجد دينية، أي أن كل شيء فيها، خاصة حكم العمودي تميز بالطابع السياسي الديني في نفس الوقت، ليس كباقي الدول اللي قامت في حضرموت طابعها سياسي فقط.
المناصب كانوا علماء، وبالتالي يكون حقهم مصانع تشمل هذه الأمور كلها. ما كان ضيافة أي معناها سكنية، ما كان مبيتهم أي أنها سكنية، ما كان حتى تكاثرهم أي أنها سكنية، ما كان إصدار الأحكام أي أنها عسكرية، ما كان إصدار الأوامر العسكرية أي أنها عسكرية. أيضا المسجد فيها مسجد أي تعلم فيها حلقات دينية يكون في المصنعة، تشمل على كل هذه الأمور، تشمل على كل، تعتبر كحي من أحياء المدينة ككل. كأمثال لوجود مثلا المناطق السكنية أو الغرف أو الفضاءات السكنية في الأعلى، والغرف الحكم أو غرف المشاورات أو قاعات المشاورات وصالة المشاورات أو في الأسفل، كذلك تقدم البوابات سواء كان بوابات الحراسة الأمامية ثم البوابات الثانوية وبوابات المبنى، فلذلك نستطيع أن ندمجها تحت تصنيف المبنى المباني السكنية والمباني العسكرية. بالنسبة للمصانع، في مصانع قديمة جدا تعاقبت على فترة الحكم لكل فترة، لكن بالنسبة للمصانع اللي موجودة حاليا اللي تشاهد أقدمها للمصانع العمودية، بنيت بعد عام 937 للهجرة. أول من بنى المصنع اللي هو الشيخ عثمان بن أحمد العمودي اللي هو مؤسس الدولة العمودية في الفترة اللي هي 937 كما ذكرنا سالفا للهجرة. مصنع الصيف أجرت فيه عدة تدخلات. طبعاً المصنع في فترة من الفترات شارفت على الانهيار، خاصة بعد ما تعرضت له محافظة حضرموت في الفترة الأخيرة من الإعصارات الأخيرة التي تمت على حضرموت، من ضمنها إعصار شبالة وإعصار ميج. فكانت كمية الأمطار التي نزلت على وادي حضرموت وعلى حضرموت بشكل عام كانت كميات كبيرة، فبالتالي كان في مقترح من الأخوة القائمين على من ملاك هذه المصنعة، مصنع تال العمودي في صيف، لابد أن يكون في تدخل للحفاظ أقل شيء على أن تبقى هذه المصنعة قائمة بحد ذاتها، تكون موجودة إلى يعني تكون قائمة بالشكل الذي رأيتموه في هذا اليوم. طبعاً وادي دوعن يعني من يعتبر بناء من أقدم من ضمن التراث العالمي أو من ضمن المباني القديمة، أو قد تصنف من ضمن المباني القديمة. مجملاً أو بشكل عام، المصانع ممكن يكون بناؤها أو تاريخ بناؤها ما بين 100 إلى 150. أستطيع أن أسترجع المعلومة هذه من خلال ما كتب في النقوش وما كتب في البوابات للمصانع. يعني مثلا قبل حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات زرت في مصنعة حورة، كتب أو نقش في أحد بواباتها أو تحديدا في البوابة الأمامية أن البوابة شيدت سنة 1330 هجرية. البوابة الثانية أو البوابة الثالثة كتب 1335 هجرية، أي بمعنى حوالي 108 سنوات شيدت مصنعة حورة. فبالتالي تم الجلوس مع الملاك المصنعة أن احنا فعلا وضعنا خطة للتدخل في أعمال المصنعة، بحيث أن تكون العمالة من أبناء حضرموت أولا، من اللي عندها قدرة على التعامل مع الطين، بحيث نضمن الحفاظ على نمط العمارة الطينية في المصنع تال العمودي. كذلك إضافة بعض
الزخارف اللي مرتبطة بالمجتمع الحضرمي في حضرموت وبالعمارة الطينية في حضرموت التي شارفت على الإنقراض. في المصانع في وادي دوعن يستخدم نظام البناء الطيني الجدران الحاملة طبعاً، يستخدم من مواد البناء المحلية من أمثلة الحجر، من أمثلة الطين، من أمثلة أعواد النخيل، من أمثلة أعواد الشجر السدر، كلها مواد محلية 100%، يعني لا يستخدم أي مادة مصنعة أو أي مادة تكون مضرة للبيئة أو مضرة للإنسان. في مصانع جديدة في بعد الدخول القعيطي إلى حضرموت عام 1918 للهجرة للميلاد 1313 للهجرة، اللي عبارة عن وجود القعيطي في دوعن. بعد أن احتل القعيطي دوعن ولا اللي هو المقدم عمر بن أحمد باصرة، وهي مصنعنا موجودة على أنقاض مصنعه قبلها للمحمد با عمر العمودي يسمون الباجعافر، مصنعة الباجعافر في عورة. هذه المصنعة تعتبر جديدة بالنسبة للفترة الزمنية. احنا ركزنا في عمليات الترميم على ان وجود العمالة الحضرمية اللي مهتمة بنمط العمارة الحضرمية الطينية في حضرموت. فاكثر العمال من مديرية التريم الذي اشتغلوا معنا في 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 هذا المشروع، وكان المشروع بتمويل الملاك في المملكة العربية السعودية من أسرة آل العمودي. المصنع تقع على تلة عالية، فبالتالي الخروج نحن عندنا ما في عندنا رافعات ولا في عندنا سقالات الكبيرة اللي ممكن تحمل الإنسان، فبالتالي كان عامل البناء الحضرمي كان يخرج على نحن نسميه الخرة، هذا الذي يخرج فيها معلق ما بين السماء والأرض على خشبة لا يزيد عرضها على يمكن 20 سنتي يعني، ومعه المواد وترسل له المواد من تحت بالخرة، فبالتالي هذه مشقة طويلة على ارتفاع عالي جدا، وفي ظل ان المصنع هي صارت في فترة من الفترات هي آيلة للسقوط، فبالتالي يعني تحملوا مشاكل كبيرة في عملية الترميم. وسائل الراحة قد تغلب حتى على الناحية العسكرية، وسائل الراحة في المصانع، بل في فترات الزهو يعني فيها زخرفة داخل وخارج المباني بالنسبة للمصانع، قد تكون حتى البيوت الأغنية ما هو لابد في المصانع حتى بيوت الأغنية، لكن المصانع يظهر فيها جلي هذا النمط بالنسبة للزخرفة داخل وخارج، زخرفة لا يضاهيها زخرفة في بيوت أخرى، يكون ذات النمط ممتاز جدا يقلبون إليها ويأتون بالفنانين المعماريين على أصوله، خاصة من جهة تريم وغيرها، يأتونهم خصيصا لزخرفة بيوت المصانع وبيوت أيضا الأغنياء في وادي دوعن. المصانع طبعا اول انها لازم اما تكون مباني على شكل مرتص مع بعضها البعض، شكل سور من نفس المباني، شكل سور من نفس المباني، او انه يكون لها سور يدور بها يلف بهذه المصنعة تقريبا، بوابة او بوابتان او ثلاث على حسب مداخل المصنعة لدخول المصنعة من جهات مختلفة.
طبعا المصنعة تحتوي على العديد من المكونات أو عديد من الفضاءات. من أمثال هذه المكونات طبعا نستطيع أن ندرجها تسلسلا على حسب التسلسل في فضاءاتها. فتتقدم المصنعة بوابات أمامية للحراسة تتلوها بوابات ثانوية للحراسة أيضا. ما بين هذه البوابات الأولى والثانية التي تلي المبنى يكون في هنالك حوش أو وصر الاجتماع أو وصر الحكم، كما قيل أنها لإعلان أي حكم أو أي مشاورات تدار داخل المصنعة. بعد ذلك يأتي دار الحكم أو فاضلة أو مكان صالة الحكم التي يقام فيها المشاورات ما بين كبار المناطق في حالة نشوب أي مشكلة لحلها طبعا. ثم تدخل للداخل اللي هو عبارة عن مكان الضيافة يسمى الطاق، هذا مكان الضيافة. ثم غرف الضيافة المختلفة إذا كان أكثر من قبيلة جات أو أكثر من ضيف جاء، قاعدين يتفرقون على جميع الغرف. وأحيانا تأخذ البلاد كلها اللي عبارة عن تقسيم الضيافة إذا كانت الشعوب الوافدة كثير، خاصة في أيام الجنائز أو أيام التنصيب أو أيام تأتي اللي هي القبائل من كل مكان، فتقسم القبائل على جميع البلاد، فلا يكون مصنعة فقط حصرا عن المصنعة اللي هو عبارة عن ضيافة، تقسمها جميع البلاد كلا يأخذ قسمه على أساس أنهم كلا عنده ضيوف، فالضيوف ضيوف الجميع، لكن المنصب هو الممثل بالضبط. بعد ذلك يكون في ممرات ضيقة تعلوها درج أو سلالم صغيرة في خلال التي تربط المبنى أو صالة الحكم والفضاءات الأخرى للمبنى، من أمثلة مثلا غرف تخزين علف المواشي، أيضا غرف لطحن القمح، أيضا غرف في الأسفل يكون في بعضها تستخدم كغرف الحجز في حالة أو ممكن نستطيع أن نسميها غرف للسجن. بعد ذلك يكون فيه غرف سواء كانت غرف أجنحة، غرف الأربع أو أم أربع أو كما قيل أو ما تسمى باللهجة الدارجة أم أربع، أو مطابخ أو مناطق معيشة للأسر المستخدمة تلك المصنع. نطلع إلى غرف العلوية، طبعا غرف سكنية بالنسبة لها للبيت، من المطبخ يكون أعلى البيت، قبل بعد المطبخ يكون المنطقة اللي هو عبارة عن برج مراقبة سمى بعض المصانع الغلب، هذا أيضا الريوم تكون متسعة تطل على جميع الجهات. الريوم اللي نسميها سطوح بالنسبة للفظ الحضر الدعاني يسمى الريم، تطل على جميع الجهات بالنسبة للمصانع، هذا أكثر التقسيمات بالنسبة للمصانع. من ضمن التدخلات التي تمت في مصنع تل العمود إعادة هذا الغلب وإعادة هذه الواجهة الذي هو يعني أكبر قمة في منطقة الصيف، ممكن نتوقع يمكن حتى في وادي دوعن. فبالتالي تم إعادة هذا الغلب بنفس الطابع القديم بنفس النمط القديم، وإذا دخلتموه وصورتموه من الداخل لرأيتم كل التفاصيل لهذه العمارة موجودة بنفس النمط الحضرمي، سواء كان في الأبواب سواء كان في النوافذ، تم إضافة بعض الزخرفة اللي كانت موجودة في السابق العهد في وادي دوعن لهذا الجزء من المصنع اللي هما اللي يسمى بالغلب يعني. فتمت إعادة الغلب بنفس الطابع القديم الذي يعكس الهوية الحضرمية. يكون داخلها عين ماء، المصنعة إذا ما فيها عين ماء سهل محاصرتها وإسقاطها،
وبالتالي لابد أن يكون فيها داخلها ماء، أيضا مكان للحبوب والمواشي، فيها جميع ما فيها من، بس تتميز عن المباني الأخرى بأنها تكون ذات طابع قابل لمقاومة الحصار. طبعا أشكال المباني في وادي دوعن مجملا يتصب بالشكل المربع أو الأشكال المستطيلة، لكن في بعض المناطق يعني حورت أو طورت الأشكال الدائرية، قد يكون لأسباب عسكرية لعملية المراقبة تكون سهلة، أيضا قد يكون من ناحية إنشائية يعني عملية الحركة، حركة الرياح أو سهولة حركة الرياح عبرها. طبعاً الأشكال الحصون مجملاً معظمها أو في بعض المناطق شيدت بشكل دائري، الحصون في بعض المناطق شيدت بأشكال دائرية، قد يكون بتأثرهم بتلك الحصون ما جعل البنائين أو جعل ملاك هذه المصانع أن يشيدوها بتلك الأشكال أو بتلك الطريقة. طبعا اشهر المصانع في دوعن اللي هي مصنع طبضة، هذا تعتبر ام المصانع العموديه، ومنها خرج جميع الامراء والمناصب الى جهات دوعن ككل بالنسبه بعد التاريخ، يعني بعد ما بنى او اسس الدوله الشيخ عثمان بن احمد العمودي عام 937 للهجره، حكم في بضة فقط ولم تكن مصنع الا في بضة فقط، حتى تناسل ثم جاء بناء ومناصب منصب بعد منصب، وتوزعت المصانع في نهاية حكم العمودي لبداية الاختلاف بين العمودي، توزعت المصانع في جميع مناطق دوعن. مصنعة بضة استمرت في أداء دورها، ثم مصنعة صيف التي نحن بجوارها لآل محمد بن سعيد، مصنعة بضة لآل طهر، مصنعة صبيخ، مصنعة قار الماجد لآل محمد بن سعيد، مصنعة تولبه لآل محمد بن سعيد، مصنعة حيل الجزيل. أما مصنعة بضة، مصنعة عورة لمحمد باعمر اللي هو الباقي عافر، مصنعة البراز في القرين، مصنعة الرباط، بعض حصون في الرباط لابن عبد القادر، وفي حصون في الخرابة كالعرض لابن النصر وابن عبد الكريم، والآن حاليا يستكون فيها الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرب اللي هو عضو مجلس النواب. هذه المصانع بالنسبة للعمودي المعروفة. ثم جاءت مصنعة عورة، ونشأت على أنقاض مصنعة محمد باعمر اللي هو البجعافر العمودي، اللي هي مصنعة العورة تحت حكم القعياطي بولاية المقدم عمر أحمد باصور. طبعا في الآونة الأخيرة كانت هنالك العديد من المبادرات الشخصية لبعض ملاك هذه المصانع للقيام بتميم مصانعهم، في كأمثال مصنعة باصرة في عورة قام ملاكها بتميمها سنة 2006 أو بداية عمل أعمال ترميم بدأت في 2006، أيضا مصنعة الآل العمودي في صيف في منطقة صيف. أعمال الترميمات بشكل عام يعني في هنالك كثير من القصور بالنسبة سواء كان على المستوى الشخصي أو على المستوى الحكومي أو على المستوى المنظمات ذات العلاقة، يعني مجملا لا نستطيع أن نقول أن هنالك الكثير من الأعمال، إلا في أعمال فردية قام بها ملاك تلك المصانع لأعمال ترميمها من نفقتهم الخاصة